بالورقة والقلم محسوبة. زيدان يضغط هنا على 15 ألكسندر سونج، لعيب كبير على فكرة، خلي بالك من إيتو، خلي بالك المنتخب الكاميروني محترم، لازم تحترم المنافس، لازم تضغط على جيريمي. كرة عرضية في منتهى الخطورة، منتهى الخطورة، الكلام اللي قلته لحضراتكم عليه، منتهى الخطورة. صامويل إيتو، صامويل إيتو فيز يسجل أول أهداف اللقاء لصالح الأسود الكاميروني. مهم جدا التركيز، مهم